السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا ومع امتحانات البوكلت الشامل الثاني. النهاردة إن شاء الله هنحل الامتحان نمبر 3، اكزام 3. نمبر 1، beans should be immersed in boiling water. بيقول الفول ده لازم أن يتم غمره أو إن احنا ننقعه، يعني كلمة immerse يعني يغمر أو ينقع، في boiling water يعني مية تكون بتغلي، for 2 hours لمدة ساعتين. فبقول لي كلمة immerse، كلمة immerse اللي معناها يغمر أو ينقع حاجة في مية، يعني means معناها، فطبعا هتساوي كلمة soak. كلمة soak برضو معناها ينقع شيء في مية، لكن get يعني يحصل على، float يعني يطفو، enjoy يعني يستمتع. إذا الإجابة الصح هنا هي soak اللي بيساوي كلمة immerse يعني يغمر أو ينقع في مية. The doctor can't fit any more appointments. يعني الدكتور مش هيقدر يتلقى أي مواعيد تانية. Into her أو الدكتورة دي يعني her tomorrow. طبعا عاوز يقول في جدول المواعيد بتاعها بكرة. يعني الجدول بتاعها كله مليان، فمش هيقدر أو مش هتقدر تاخد أي مواعيد appointments يعني مواعيد أخرى. يبقى into her schedule اللي هي letter C. Schedule اللي بتساوي كلمة timetable يعني جدول مواعيد. لكن كلمة daily يعني يوميا، كلمة diary اللي معناها يوميات أو مذكرات، debate يعني يناظر أو يجادل، لكن هي مش هتقدر تاخد أي مواعيد أخرى في جدول المواعيد بتاعها لأن الجدول طبعا مليان. يبقى schedule for tomorrow يعني الجدول بكرة. Her husband، بقول زوجها space is older than her. ولاحظ إن الجملة هنا فيها كومة. Is a bank manager، بقول طبعا زوجها اللي هو يعني أكبر منها، هو مدير في بنك. طيب احنا عندنا هنا husband ده عقل، مستر العقل طبعا هنا يجي مع هو ويجي مع ذات ويجي مع هوم، لكن مفيش هنا ملكية يعني ما ينفعش هوز، لأن كلمة هوز ما يجيش بعدها فعل، بيجي بعدها اسم يعني يخص أو بينتمي للاسم اللي قبله. طب قلنا إن كلمة هوم بتيجي مع المفعول يعني بيجي بعدها فاعل، ما ينفعش يجي بعدها فعل ويجيب لي إز. إذا كلمة هوم كمان ما تنفعش لأن لازم يجي بعدها فاعل. طب أخد كلمة هو ولا ذات؟ الاتنين طبعا ينفعوا كمعنى، ولكن احنا قلنا الجملة اللي فيها كومة ما نحطش فيها ذات، يبقى نختار كلمة هو وليس كلمة ذات. I wish I space at the party yesterday. طبعا بيقول أتمنى إن أنا كنت في الحفلة امبارح. هو هنا لما يجيب لي كلمة I wish، خدنا كلمة I wish و it's time و I'd rather، الكلمات دي لما يجيبها ويحط إشارة للماضي، يحط yesterday، يحط ago، يحط إن وسنة في الماضي، يبقى أحط أنا ماضي تام، يبقى I wish، it's time، I'd rather، الكلمات دي كلها لقيتها وجيب بعدها فاعل، وبعد الفعل ده في نقط وجايب لي إشارة للماضي اللي هو كلمة yesterday، يبقى أنا أحط له ماضي تام، يبقى had been، طبعا ده تمني في الماضي، فحط had إيه؟ been. I have to space every effort to solve this problem. طبعا بقول أنا لازم أبذل كل جهد عشان أحل المشكلة دي. طبعا كلمة effort اللي معناها جهد بيجي مع كلمة make، نقول make every effort يعني يبذل كل مجهود. Getting your space in order is a good way to not waste energy. هي طريقة جيدة ألا تضيع الوقت. On meaningless pursuits، على مساعي أو أمور ليس لها معنى. هو بقوله طبعا إنك تحصل على الأولويات، أولويات بالترتيب يعني إنك ترتب أولوياتك. خدنا كلمة priorities اللي كان أصلها priority أولوية، يبقى getting your priorities in order يعني الحصول على الأولويات بالترتيب، ده طبعا طريقة لعدم ضياع الأوقات على أشياء ملهاش لازمة. يبقى meaningless pursuit ترجمها بمعنى مساعي أو جهود بدون فايدة، يبقى priorities طبعا. طبعا majorities أو minorities اللي هي الأقلية، experiments تجارب علمية، majorities يعني الأغلبية، لكن هو عاوز يقول طبعا priorities in order يعني حسب ترتيب الأولويات. I will wait، جاب لي طبعا مستقبل، until، وجد كلمة until دي رابط طبعا space his next novel. طبعا بقول سأنتظر حتى يكتب الرواية القادمة، قلنا مع الروابط بقى كلمة until و before و when و as soon as، لما يجي قبلها مستقبل بنحط بعديها يا إما مضارع بسيط يا إما مضارع تام، وبالتالي نقول هنا he writes جاب لي مضارع بسيط، ممكن نقول has written
او رايتس طبعا مع يوشي، لان جيب لي رايت برضو هيوشي وقته اسم مفرد، احط الفعل ايه؟ احط الفعل اس. work out what situations or people. طبعا بيقول له هنا استنتج او اكتشف، work out يعني استنتج او اكتشف او اعرف. what situations ايه هي المواقف or people او الناس make you feel اللي بيخلوك تشعر بايه؟ and avoid them وتجنبهم. طبعا اكيد خلوك تشعر بالتوتر يبقى feel stressed. طبعا بتكلم هنا عن المشاعر فكرسها فيها ED، يبقى feel stressed يشعر بالضغط او التوتر. بقول له اعرف الاشخاص او المواقف اللي بتعبوك اللي بتخليك تشعر بالتوتر وتجنب هؤلاء الاشخاص او المواقف، يبقى feel stressed. this room for a fortnight. ركز في الجملة دي لأن كلمة for a fortnight يعني مدة أسبوعين. تعرف كلمة fortnight دي معناها أسبوعين. احنا خدنا كلمة for و since من علامات المضارع التام، تمام كده، وجي بعدها مدة يعني. يبقى was دي مش معانا ولا is معانا. في has not cleaned و hasn't been cleaned، الاتنين مضارع تام بس الأولى معلوم والتانية مجهول. اللي be يعني معلوم ودي مجهول. وبدأ بكلمة this room يعني بدأ بأوبجكت بمفعول، يبقى الغرفة دي لم يتم تنظيفها بقالها أسبوعين، يبقى hasn't been clean. حط hasn't وحط been تصريف تام، دي بدأ نبدأ المقول في المضارع التام اللي هو الـ present perfect. whether I go to university or not، بقول سواء، وده يعني سواء روحت للجامعة أو لا. is dependent on what exam I get، ده معتمد على طبعا اكزام ايه؟ يعني قصده درجات الامتحان اللي انا هحصل عليها. يبقى on what exam grades، كلمة grades هنا معناها درجات الامتحان، 9 من 10، 10 من 10، 5 من 10، دي بنسميها grade. لكن كلمة degrees يعني درجة جامعية. remark يعني ملحوظة. signals يعني اشارات. طبعا هي عاوز هنا grades، ده بيعتمد على بيقول هنا الgrades يعني درجات الايه؟ الامتحان اللي انا احصل عليه. he hasn't yet يعني هو حتى الآن. decided what يعني لم يحدد حتى الآن. what إما he should take as a writer يعني عزوله لم يحدد حتى الآن المسار اللي هو عيرته، قصده المسار أو الاتجاه الوظيفة. ركز في دي، جايب لي كلمة take as a writer ككاتب يعني. طب كلمة مسار أو اتجاه وظيفي يعني direction، ممكن نقولها direction أو direction اللي تنصح يعني. خدنا كلمة take direction يعني يأخذ مسار أو اتجاه وظيفي، لكن مش placement وضعية ولا street شارع ولا presentation يعني عرض، لا الاتجاه اللي هياخده أو الاتجاه الوظيفي اللي هياخده ككاتب يعني. took a space here organize a party at her house. طبعا ده سؤال عن الكوزيتيف السببية، نحن نخلي حد يعمل حاجة لنا يعني. طب get me helping، لا كلمة او got يعني got ما يجيش معها ing غلط. got me helped، لا لما الاقي كلمة got او get وفي عاقل يبقى انا بحط ايه؟ طول مصدر مش تصريف تالت، ده غلط. got my help يعني حصلت على مساعدتي، لا مش عايز اقول كده. got me to help here يعني خلتني اساعدها، جعلتني اساعد، اقنعتني اساعد، معناها كده. يبقى got me to help، فالسببية جاب got وجاب هنا me اللي هو العاقل وحط كلمة to help، يبقى got والعاقل احط to ايه؟ والمصدر، يبقى دي اسمها causative السببية. there are few clues، بقول هناك أدلة قليلة. clues يعني أدلة أو مفتاح للغز يعني. to the of the killer، هناك أدلة قليلة على هوية أو حقيقة القاتل. كيلر يعني القاتل، طب هوية يعني identity، كلمة identity يعني الهوية الشخصية، هوية الشخص ده. personality معناها شخصية، بس كلمة personality بنتكلم هنا لما نكون بنتكلم عن صفات في الشخصية، نقول here personality is good، صفات في الشخصية. character شخصية في مسرحية أو فيلم أو قصة. personal يعني شخصي، هو هنا عايز يقول هناك أدلة قليلة to the identity لهوية القاتل، يعني مش عارفين مين القاتل بالظبط يعني، مش عايز اقول كده. يبقى identity يعني الهوية.
معرفة اسمه عنوانه مين ده عايز اقول كده يعني مش. Our N is the one of people competing in an election or for a job. يعني الشخص اللي كوميتنج بيتنافس في election يعني انتخابات او a job او وظيفة. ده بنسميه طبعا مرشح. مرشح يعني candidate. مش اكسبرت خبير ولا architect مهندس معماري ولا author يعني كاتب او مؤلف. It's better to set achievable goals. من الافضل انك set تحدد اهدافا يمكن تحقيقها. عايز اقول كده يبقى achievable يعني يمكن تحقيقها. The antonym of achievable is. بالعكس كلمة achievable اللي معناها يمكن تحقيقه. طب شيء لا يمكن تحقيقه يعني impossible. شيء مستحيل. يبقى achievable شيء ممكن تحقيقه. Impossible عكسه. لكن available متاح. reachable يمكن الوصول إليه. obtainable برضو معناها يمكن الوصول إليه. The war documentary اللي هو الفيلم الوثائقي عن الحرب ده is very يعتبر ايه it's full of tragic scenes يعني في مشاهد مأساوية. tragic يعني مأساوية. يبقى very moving. moving يعني محرك للمشاعر. معنى كلمة move. كلمة movable قابل للتحرك يعني شيء ممكن تشيله من مكان لمكان نوع عليه movable. funny مضحك. comic هزلي او مضحك برضو. لا هي moving يعني مثيرة او محركة للمشاعر يعني. We must up to date with the latest advancements in science and technology. طبعا خدنا كلمة مع كلمة up to date يعني لازم تكون انت على تواصل مع التحديثات اللي بتحصل او التقدمات الاخيرة في الساينس في العلوم والتكنولوجيا. اسمها keep up to date. تكون على دراية بي تواكب هذه التحديثات. keep up to date. He'd better try harder. من الافضل انه يحاول بجد. وحط لي كومة وكويستشن مارك. يبقى ده سؤال مزيل اللي خدناه في التراكمش. طب يا مستر هي الابوستروفي دي اختصار لايه؟ احنا قلنا لما يكون في ابوستروفي دي ويجي بعديها كلمة بيتر ركز. لما يكون في بيتر يبقى دي اختصار لهاد. طب جه بعدها راذر يبقى اختصار لود. بس ما فيش راذر هنا. في كلمة بيتر يبقى دي هاد بيتر يعني الافضل. فنقول هادنت هي. طبعا قلنا لو الجملة بتكون مثبتة يبقى السؤال منفي والعكس صحيح. بس نخلي بالنا طبعا من الاختصارات دي. كنا شرحين الاختصار اللي هو ابوستروف اس والابوستروف دي حسب طبعا المعنى عندنا. 19 when concluding an essay وانت بتختم essay about cleanliness عن النظافة we can use one of the following. احنا ممكن نستخدم احد هذه الجمل. طبعا اول جملة firstly لا ما بتجيش في الخاتمة firstly فدي غلط. moreover لا moreover دي for the مو تجي في البادي بول بالاضافة لذلك علاوة على ذلك ايضا. to sum up هي دي في تلخيصا. we should follow the rules of hygiene. لازم نتبع قواعد النظافة الشخصية and sanitation والنظافة العامة. nevertheless على الرغم من ذلك طبعا دي ما بتجيش في الايه في الخاتمة. يبقى كلمة to sum up كلمة in conclusion all in all كل الكلمات دي بتيجي في الكنكلوجن يعني الخاتمة. هنا طبعا هنعدل يعني رأس السؤال. هنا بيقول طبعا which sentence is correctly punctuated يعني أنهي جملة صحيحة من ناحية الايه البنكتوشن مارك علامات الترقيم. it's mentioned in the notice. بقول ده مذكور في الملحوظة أو في الورقة دي. all of us should read it. كلنا لازم نقرأها. طيب هو هنا حاطط طبعا كومة. الكومة دي خلي بالك محتاج مثلا يكون معها رابط زي كلمة so زي كلمة but. مع الكلمات دي بنحط رابط قبليها قبل كلمة but أو قبل كلمة so. لكن هو حاطط كومة كده وما فيش رابط أصلا في الأول ولا في النص. يعني مش في الأول مثلا كلمة when ولا كلمة after ولا كلمة if. يعني لو في رابط في الأول كنا خدنا كومة ماشي. أو رابط جه في النص لكن دي غلط. اللي بعدها question mark مفيش سؤال هنا. اللي بعدها علامة تعجب مفيش تعجب هنا. طب الأخيرة بيقول لي it's mentioned in the notice ده مذكور في الملحوظة أو اللافتة يعني. all of us should read it. هو حط هنا سيمي كولن. واحنا قلنا السيمي كولن زي ما احنا اسمها كده الفصل المنقوط. بحطها امتى؟ يا اما توضيح لما قبلها او بتحل محل رابط. طيب مستر دي الجملة دي حلت محل رابط. ايوه هقول له الامر ده مذكور في اللافتة. so يعني كان في كلمة so هنا. لذلك all of us
كلنا should read it، لازم نقرأ الأمر ده. يبقى كان في كلمة so هنا بالمعنى، فشلت so وراح حاطط سيمي كولن، وقلنا إن السيمي كولن دي بتحل محل إيه؟ رابط، أو اللي بعديها توضيح لما قبلها، حاجة من الاتنين، يتحل محل رابط. طب أعرفها إزاي بالمعنى؟ ممكن يكون but، ممكن يكون so، ممكن يكون because، أي حاجة بقى. يبقى هنا بالمعنى بقوله ده مذكور في اللافتة، عشان كده لذلك يجب علينا قراءة هذا الأمر. فكان في كلمة لذلك فشلت سو وراح حاطط لي سيمي كولون خلاص. فأول قطعة معانا بيقول some doctors، بعض الأطباء think that you should drink a glass of water، يعني بيعتقدوا إن أنت لازم تشرب كوباية مية each morning، يعني كل صباح. You should drink this water first thing، يعني لازم تشرب المية دي أول حاجة خالص أول ما تقوم يعني. Before doing anything else، قبل ما تعمل أي شيء آخر. The temperature، يعني درجة حرارة of the water، المية دي should be similar to، لازم تكون مشابهة لي body temperature، لنفس درجة حرارة الجسم. Neither too hot nor too cold، لا هي سخنة جدا ولا هي برد جدا أو ساقعة جدا يعني. Why should you drink this water؟ ليه يجب إنك تشرب المية دي؟ Water helps your body، المية بتساعد جسمك in many ways، بطرق عديدة. It helps، بتساعد clean your أو clean out your kidneys، بتنظف طبعا kidneys اللي هي الكلية. It prepares your stomach، هي بتجهز أو تعد المعدة، stomach يعني المعدة، for digestion، للهضم. كلمة digestion يعني الهضم. Water can also help your intestines، المية كمان ممكن تساعد intestines اللي هي الأمعاء work better، إنها تشتغل بشكل أفضل. After drinking water، بعد شرب المية، the intestines الأمعاء دي can more easily take out، يعني ممكن بسهولة take out، تستخلص أو تأخذ يعني nutrients اللي هي العناصر الغذائية from our food، من الغذاء أو الطعام، يعني بتستخلص العناصر الغذائية من الطعام. Water also helps us، المياه كمان بتساعدنا go to the bathroom، نحن نذهب إلى دورة المياه more easily، يعني بسهولة. Scientists، العلماء suggest، بيقترحهم that people taken، إن الناس بيمتصهم أو بيخدم 1600 milliliters of water each day، بياخدوا كل الكمية من المياه كل يوم. But don't drink all of the water، ولكن ما تشربش المية دي كلها on one sitting، يعني في جلسة واحدة، في قاعدة واحدة ما تشربش المية دي كلها. If you do، لو انت عملت كده your kidneys، الكلية، will have to work much harder، طبعا انت كده يعني هتحمل على الايه، على الكلية انها تشتغل بشدة to eliminate، لكي تتخلص من هذه المياه. Eliminate يعني يقضي على أو يتخلص من شيء. It's better to drink between meals، نركز بقى، أقول لك من الأفضل أنك تشرب بين الوجبات، not during meals، وليس أثناء الوجبة. يعني عايز أقول لك ما تاكلش في نص، ما تشربش في نص الأكل، يعني أنت خلصت الوجبة الغداء يبقى تشرب بعديها، العشاء يبقى بعديها، بين الوجبات وليس أثناء الأكل أو أثناء الوجبات. They think water، بيعتقدوا ان المية دي dilutes، ترجم الكلمة دي، كلمة dilutes يعني بتخفف، the juices produced in our stomachs، يعني هي بتخفف، juices يعني العصارة اللي بيتم انتاجها في المعدة. يبقى المية دي، او they think water، انك تشرب المية يعني اثناء الوجبات، ده بيعمل ايه؟ بيخفف العصارة اللي جوه المعدة، وده غلط يعني. This can interfere with normal digestion، ده طبعا ممكن يتدخل في عملية الهضم الطبيعي، يبقى في مشكلة يعني. Are you drinking enough water every day، هل انت بتشرب مياه كافية كل يوم؟ Check the color of your urine، طبعا بيقول لك ابحث او تأكد من لون your urine اللي هو البول، شوف لون البول بتاعك يعني. If it's light yellow، لو هو لونه light yellow يعني أصفر فاتح، you are probably drinking enough، يبقى أنت بتشرب مياه كافية. If your urine is very dark yellow،
لو البول ده لونه اصفر داكن غامق يعني you probably need to drink more water، يبقى انت كده محتاج تشرب المزيد من المياه، انت كده في حاجة لشرب ايه مياه زيادة. A little more water يعني القليل من المية each day كل يوم could make you much healthier، لما تزود بس المية شوية ده بيخليك اكثر صحة. What could be another title for this reading؟ يعني عايزين تايتل يعني عنوان لهذه القطعة. Drink water not soft drinks. طب هو اتكلم عن المية بس ما اتكلمش عن soft drinks المشروبات الروحية يعني وكده. لا مش دي. طيب نشوف بيه كده. Drink during meals يعني اشرب اثناء الوجبة في نص الاكل. لا ده ما تعملش كده اصلا. Drink between meals اشرب بين الوجبات. يعني القطعة كلها بتتكلم عن الشرب بين الوجبات. لا برضو. ولا drink enough water، هي دي يعني drink enough water، لان اكد على الفكرة دي في الاخر برضو وجابها في الاول، لان شرب المية طبعا بيخليك اكثر صحة. Why is it better to drink between meals؟ ليه من الافضل انك تشرب بين الوجبات؟ نركز بقى هنا. So you eat enough food عشان تعرف تاكل طعام كافي؟ لا. So you don't dilute stomach juices. هو قال دي بقى لكي لا تخفف العصارة اللي في المعدة. لما بتشرب مية بين الأكل وأثناء الأكل وانت بتاكل ده بيعمل ايه؟ بيخفف العصارة اللي في الايه؟ اللي في المعدة. وطبعا تلاقي نفسك انت بطنك عايمة كده وعايز ترجع يعني. So your urine will not smell bad. البول مش هيبقى ريحته سيئة. لا طبعا. So you don't work or overwork your kidneys. عشان ما تحملش على الكلية تشتغل كتير يعني. لا طبعا. وهنا بيقول ما تاكلش بين الوجبات. من الافضل ان احنا نشرب بين الوجبات. يعني بعد ما تخلص اكل تشرب. ليه؟ عشان ما تعملش تخفيف للعصارة اللي في الايه؟ اللي في المعدة. Why is it helpful to drink water in the morning؟ ليه ده يبقى امر يعني صحي او ده امر كويس انك تشرب مية في الصباح؟ Your kidneys will work harder. ان الكلية هتشتغل بشكل اشد. لا. Your intestines will work well. يعني الامعاء هتشتغل بشكل جيد. ولا your juices will be diluted. العصارة هيتم تخفيفها. ولا your urine will be pale yellow. ولا البول بتاعك هيكون اصفر داكن كده. لا طبعا. هو بيقول لي اشرب ميه الصبح اول حاجه اعملها عشان الامعاء your intestine will work well. هتشتغل بشكل ايه؟ جيد. ده افضل للامعاء. Which of the following is not، ركز، بيقول لك not a reason for drinking water. يعني ليس سببا من اجله انك تشرب الميه. مش سبب عشانه تشرب الميه. So your intestines work well. لا احنا بنشرب مية عشان الامعاء تشتغل كويس. To get more nutrients عشان تحصل على عناصر غذائية. لا احنا بنشرب عشان نحصل على عناصر غذائية. To clean out your kidneys. لا المية بتساعد على تنظيف الكلية. ولا to dilute your stomach juices عشان تخفف العصارة اللي في المعدة. لا طبعا. ده مش سبب من اجله احنا نشرب ايه؟ مية. ان احنا نخفف العصارة. احنا مش عايزين نخفف اصلا العصارة دي. فبقول لي انه واحدة من دي ليست سببا من اجله انك تشرب المية. كلهم اسباب ما عدا دي. Why is dark colored urine a sign to drink more water؟ ليه البول لونه يعني داكن كده او غامق يعتبر علامة انك تشرب المزيد من المياه؟ It shows our body is healthy. بيبين ان صحتنا او جسمنا صحي. لا. It means بمعناه our kidneys are working too hard. معناه ان الكلية بتشتغل بشدة. لا. Less water makes the color darker. لان المية الاقل بتخلي الكالر داركر اللون بيبقى غامق يعني. اللي هي less ايه؟ less water. ودي الاجابة الصح. لان المية الاقل بتخلي اللون ايه؟ داكن. It's the same color as your digestive juices. يعني نفس اللون بتاع لون العصارة اللي بتساعد الهضم يعني. لا.
يبقى الإجابة هي letter C. This water makes the color dark. إن المية الأقل بتخلي طبعا لون البول ده بيبقى أغمق. If we drink enough water, لو إحنا بنشرب مية كافية, we will be, سنكون طبعا healthy. healthy يعني بصحة جيدة. wealthy يعني أغنياء. greedy طمعين. sad حزين لا. is the process يعني هي العملية of breaking down food, عملية تفتيت وتحطيم الطعام for use the body عشان الجسم يستخدمه, ودي بنسميها digestion يعني الهضم. طبعا intestine أعداء أمعاء, sorry intestine معناها أمعاء. kidneys يعني الكلية. temperature درجة الحرارة, بقول لي عملية من خلالها بتم تفتيت الطعام يبقى هو الهضم. إذا synonym of the word prepare, مرادف كلمة prepare, احنا قلنا كلمة prepare يعني يجهز يعد ينظم, فهتساوي كلمة organize بمعنى ينظم. طبعا drink يشرب, digest يهضم, dilute يعني يخفف. نشوف دلوقتي القطعة التانية. بيتكلم عن جينيفر. جينيفر دي بنت كانت بتدرس كده في أكاديمية, فبقول كده جينيفر was thinking in her room. جينيفر كانت قاعدة تفكر في الغرفة بتاعتها. she wanted a shelter يعني كانت عايزة مأوى أو مكان ذير في هذا المكان. since false gossip منذ false gossip about her began circulating يعني منذ إن الشائعات, كلمة false gossip يعني نميمة أو ثرثرة أو شائعات انتشرت عنها يعني. يعني في كلام اللي احنا بنسميه يعني القيل والقال, ها انتشر عن البنت دي. كلمة began circulating يعني ينتشر, ترجم الكلمة دي. at the academy last week, في الأكاديمية, بتدرس في أكاديمية كده الأسبوع اللي فات, ففي شائعات وفي كلام دار حواليها كده. not that Jennifer had ever been considered, وهذا ليس معناه ان جينيفر دي تعتبر السوشيال باترفلاي. طبعا كلمه السوشيال باترفلاي مش معناها فراشه اجتماعيه, معناها ان البنت دي ملهاش خلطه بالناس كتير يعني. ده مش معناه ان لها خلطه بالناس كتير, ده تعبير بنقوله يعني لما يكون في واحد عارف ناس كتير وله خلطه مع ده وده اسمه سوشيال باترفلاي. she preferred to live indirectly, هي فضلت انها تعيش بشكل مباشر. through من خلال the stories of her more unashamed friends يعني من خلال قصص اصدقائها اللي هم unashamed زي ما نقول كده اللي هم ما عندهمش دم يعني ما عندهمش خجل ما بيكسفوش. friends اصدقائها دول ليه late night celebrating بيقعدوا يحتفلوا بره كده يطلعوا احتفالات بالليل. associating with girls يعني بيصاحبوا بنات. childish tricks بيقوموا بالحيل الطفوليه بتصرف تصرفات طفوليه يعني. still ولكن وما زال she had taken to be more by herself than usual يعني هي بقت لوحدها يعني كده. taken to كلمه take to يعني اتعودت يعني تكون لوحدها اكتر than usual اكتر من المعتاد كمان. since the accusation surfaced يعني منذ أن ظهرت الاتهامات. كلمة accusations يعني اتهامات, جاي من كلمة accuse يتهم. في اتهامات كده ظهرت يعني surfaced ظهرت حولها. and that thing وهذا الشيء made her on thin ice جعلها, كلمة on thin ice مش على التلج الرفيع طبعا يعني ده مصطلح يعني مش معناه كده ولكن معناه في موقف صعب يعني الامر ده الاتهامات دي في ناس اتهمتها بحاجات خلتها في موقف حرج او صعب. she was up for consideration يعني البنت دي كانت مؤهلة up for consideration يعني كانت مؤهلة for the highly popular Blovet award يعني مؤهلة ان هي تاخد الجائزة المشهورة اللي اسمها بلوفيت اوورد. جايزة ايه بلوفيت؟
كانت مؤهلة في الأكاديمية اللي بتدرس فيها انها تاخد الجايزة دي، جايزة مشهورة عندهم يعني. A scholarship recognizing يعني منحة دراسية تعترف، recognizing يعني تعترف، academic integrity and promise تعترف بالنزاهة الأكاديمية والوعد، معناها كده يعني، يبقى النزاهة الأكاديمية والوعد. الستودنت بيحكي لك بقى بعد ما بدي كانت مؤهلة لهذه الجائزة، في طالب يعني had given headmaster Jack an anonymous tip، يعني في طالب أعطى للمدير بقى جاك مدير الأكاديمية دي نصيحة، تب يعني نصيحة، anonymous مجهولة، that يعني مفادها، مفاد النصيحة دي بتقول that Jennifer had cheated on several tests، ان جينيفر دي غشت في امتحانات كتير في الأكاديمية اللي فيها. The accusations were laughable، الاتهامات دي كانت laughable يعني مضحكة. جينيفر ليه بقى؟ لان جينيفر had long been a clever student، جينيفر دي اصلا بنت clever يعني شاطرة ومجتهدة. The academy في الأكاديمية اللي بتدرس فيها، she lacked a natural intelligence، this was true، البنت دي كان ينقصها الذكاء الطبيعي، وهذا فعلا كان صحيح يعني، هو كان فعلا ما عندها الذكاء الطبيعي يعني، كان ينقصها الذكاء الطبيعي. however إلا أنها she compensated for this shortage، هي عوضت، يعني عوضت هذا النقص through carefulness من خلال الحذر، and insistence، insistence يعني الإصرار، معناه كده يعني، والعزيمة، هي ما عندها ذكاء طبيعي بس بتذاكر كتير، عندها إصرار، عندها عزيمة، يبقى insistence يعني الإصرار. she was very thorough in her studies، البنت دي كانت thorough يعني مهتمية جدا بدراستها، and exhibited وأظهرت an almost relentless determination، يعني البنت دي أظهرت تقريبا كده almost يعني تقريبا إصرار لا هوادة فيه، relentless يعني لا هوادة فيه يعني إصرار شديد. still ولكن the accusations الاتهامات دي، إن هو اتهمه كانت بتغش يعني في الامتحانات، had given the recommendation committee pause، الاتهامات دي بقى أوقفت لجنة التوصيات اللي كانت هترشحها للجائزة أو تاخد الجائزة دي، يبقى هذه الاتهامات pause يعني وقفت، كلمة committee يعني لجنة، recommendations يعني التوصيات. on Friday Jennifer had been called to Mr. Jack، يوم الجمعة جينيفر تم استدعائها to Mr. Jack Grand Office، للمكتب الكبير بتاع مستر جاك اللي هو طبعا الهيد ماستر المدير بتاع الأكاديمية يعني. where she was asked copious questions، يعني البنت دي سألوها كلمة copious question يعني أسئلة كثيرة جدا، copious يعني كثيرة جدا، about her recent exams فيما يتعلق بالامتحانات الأخيرة بتاعتها. the experience was quite shocking، هذه التجربة اللي مرت بيها كانت صادمة إلى حد ما، shocking يعني صادمة. it was an elite school، المدرسة دي كانت مدرسة نخبة، كلمة elite يعني النخبة. most of its students معظم طلابها came from honored backgrounds، يعني جايين من خلفيات محترمة، honored backgrounds يعني معظم الطلبة هناك أهليهم محترمين، ناس كويسين من خلفيات محترمة يعني، يبقى أونرد يعني محترمة وباك جراوندز يعني خلفيات. This was not the case for Jennifer، وهذا لم يكن نفس الأمر لجينيفر، يعني معظم الطلاب اللي هناك من خلفيات محترمة وأغنياء يعني أثرياء، عايز أقول كده يعني، كان مدرسة النخبة بمعنى كل الطلبة أو معظم الطلبة اللي فيها من ناس بعائلات محترمة وعائلات غنية يعني، ولكن هذا لم يكن نفس الأمر لجينيفر، يعني عايز يقول إن جينيفر دي ما كانتش غنية زيهم. her family had little money، عائلتها
كان معاها القليل من المال. She attended the school on a full scholarship. امال هي راحت المدرسة دي ازاي؟ هي كانت بتحضر في المدرسة دي من خلال a full scholarship، منحة دراسية كاملة. خدت منحة دراسية وراحت الأكاديمية دي. The award would help her family. الجائزة اللي هي كانت هتاخدها دي award بقى اللي كانت مرشحة ليها would help her family، كانت هتساعد عائلتها pay for college، ان هم يدفعوا مصاريف الجامعة، هتساعدهم في كده يعني. So لذلك it was with the same diligence، لذلك بنفس الاجتهاد، ترجم كلمة diligence يعني الاجتهاد، which she applied to her studies، بنفس الاجتهاد اللي هي طبقته، applied to يعني طبقته في دراستها. جينيفر بلان تو ريفيل هير اكيوزر، جينيفر خططت ان هي تظهر او تكشف عن المتهم، خططت للكشف عن المتهم. يعني عايز يقول بنفس الاجتهاد في دراستها اللي هي طبقته في الدراسة، فهي برضو تجتهد ان هي تعرف مين الطالب او مين الشخص اللي اتهمها هذا الاتهام. نشوف اول سؤال بيقول هنا The suitable title for the passage is، يعني افضل عنوان لهذه القطعة ممكن يكون ايه؟ Struggling in life to reach your goals، يعني النضال في الحياة للوصول لأهدافك، كلمة struggle يعني النضال. ولا the school award، جائزة المدرسة. ولا cheating at exams، الغش في الامتحانات. ولا helping other people، مساعدة الناس الآخرين. طبعا cheating at exams، الغش في الامتحان، ما ينفعش نقول القطعة كلها يعني، دي جزئية اتكلم عنها بس. school award، جائزة المدرسة، دي برضو جزئية اتكلم عنها. helping other people يعني ما جابش برضو حاجة عن مساعدة الناس الآخرين. يبقى الإجابة struggling in life to reach your goal، انك تناضل في الحياة للوصول الى اهدافك، كما فعلت مين؟ جينيفر. The academy was a school، ركز بقى، الاكاديمية دي كانت مدرسة لمين؟ نشوف كده. Where many kids lied and cheated، حيث ان كثير من الاطفال بيكذبوا وبيغشهم. لا مش دي. For abused students، للطلاب اللي هما مش محترمين المهزئين. لا. With many wealthy students، هي مدرسة بكثير من الطلاب الأثرياء، جابها فوق honored background، جايين من خلفيات محترمة، ناس أثرياء وناس يعني عائلات كويسة. يبقى المدرسة دي with many wealthy students. ولا it was hard to get to know people، يعني من الصعب انك تتعرف على الناس هناك. لا. يبقى المدرسة دي كان فيها many wealthy students، كثير من الطلاب الأثرياء، ولكن جينيفر راحت هناك بمنحة دراسية كاملة دل أهلها أو خلاها تروح المكان ده. The best sentence that can summarize the second paragraph is that، يعني أفضل جملة تلخص الباراجراف التاني. نشوف كده. جينيفر won the award، يعني بتتكلم إن هي فازت بالجائزة، ده كانت مرشحة بالجائزة يعني، مش هيبقى دي. Strong determination can compensate many things، يعني العزيمة القوية ممكن تعوض الكثير من الأشياء. هو اتكلم طبعا في الباراجراف الثاني ان البنت دي كان ينقصها الذكاء اللي يعني الطبيعي، ولكن هي عوضت الأمر ده بإيه؟ بالحذر والإصرار الشديد، فممكن تكون دي. طيب accusing others can be destructive، اتهام الاخرين ممكن يكون شيء مدمر. لا يعني برافو، ما تكلمش عن دي بالظبط يعني. Escaping from others is the best thing، الهروب من الاخرين افضل شيء. لا برضو. يبقى letter B الاقرب هنا، اللي هي strong determination can compensate many things، العزيمة القوية ممكن تعوض عن اشياء كتير، زي ما جينيفر طبعا عوضت عن عدم الذكاء الطبيعي بالعزيمة والإصرار والحذر والاجتهاد. The award is important to Jennifer، الجائزة أو الوسام ده كانت مهمة بالجينيفر. Because it will، ليه؟ لأنها طبعا prove she is clever،
يعني هتبرهن ان هي شاطره؟ لا، ما قالتش كده. make her parents proud، هتخلي ولديها فخورين؟ برضو ما ذكرش دي. go travel away، ان هي تذهب وتسافر بعيدا. هو قال طبعا ان الجائزه دي هتساعد عائلتها help her family pay for college، ان هم يدفعوا للايه مصاريف الجامعه. جابها كده يعني، يعني الجائزه كانت مهمه بالنسبه لها لان دي هتساعد عائلتها ان يدفعوا للجامعه فلوس مصاريف الجامعه بعد كده يعني. being a student at the academy Jennifer needs to، بما انك او ما انها كانت طالبه في الاكاديميه او المدرسه دي، جينيفر نيدز تو، يعني محتاجه ان اكسبت وات سيد اباوت هير، انها تقبل ما يقال عنها. لا، جيت اواي فروم اذر سينس، يعني تبتعد عن الطلاب الاخرين. لا برضو. بي بيرسيستنت اند هاد سترونج ويل، انك تكون عندك اصرار وعندك سترونج ويل، اراده قويه. ممكن be rich to stay at school، انك تكون غني. يعني جينيفر محتاجة ان هي تكون غنية عشان تقعد في المدرسة؟ لا، هي رايحة اصلا بايه؟ بسكولارشيب، فمش شرط تكون غنية يعني كده. يبقى لازم تكون persistent، يبقى كونك طالب في هذه الاكاديمية جينيفر needs to، محتاجة ان هي تكون persistent، يعني عندها اصرار and has strong will، وارادة قوية. كلمة will هنا معناها ارادة مش معناها سوف، ارادة قوية. If the students continue on accusing Jennifer، لو الطلاب استمروا في اتهام جينيفر وفي cheating بالغش، she will، يعني سوف هتعمل ايه بقى جينيفر؟ طبعا دي جابها في الاخر. insist on knowing the accuser، يعني هتصمم على معرفة المتهم لها. ولا hit the accuser، تضرب المتهم؟ لا، ما قالتش كده يعني. go on reading novels، تذهب لقراءة الروايات؟ لا. sleep more and more، تنام اكثر واكثر؟ لا طبعا، هي insist on knowing the accuser، ان هي هتصر على معرفة مين؟ المتهم او المتهم لها بالحاجات دي، يعني اللي بيقول عليها الكلام ده. طبعا هو جابها في الاخر لما قال بنفس الاجتهاد اللي طبقته في دراستها جينيفر هتخطط او خططت للكشف عن هذا المتهم. إذا لو استمروا في الاتهامات، هي هتستمر برضو انها هتصمم او هتصر انها تعرف مين اللي بيتهمها. جينيفر was different than many of her fellows as she، يعني جينيفر دي كانت مختلفة عن بقية زمايلها. fellows يعني الأصدقاء. as she، لأنها طبعا is not wealthy، ما كانتش ثرية. ولا likes to cheat at exam، تحب تغش في الامتحانات؟ لا. tells false gossip، بتقول اشاعات او نميمه او كلام يعني فاضي. نوت ريلايبل، ليس موثوق فيها. لا طبعا، هي نوت ويلثي، هي مش ثريه زيهم، لان هو قال ايه از نوت ذا كيس فور جينيفر، لما قال انه طبعا كلهم من خلفيات محترمه او خلفيات من عائلات غنيه، ولم يكن هذا بالنسبه لجينيفر، يعني ما كانتش زي حالتهم، مش غنيه زيهم يعني. هي از نوت ويلثي. ذا اندرلاين فريز اون ثين ايس، العبارة اللي هي on thin eyes دي implied that Jennifer was، يعني بتعرفنا ان جينيفر كانت طبعا in a critical situation، انها في موقف حرج، في موقف صعب. فده مصطلح نحفظه، ان كلمة on thin eyes معناها in a critical situation، يعني في موقف صعب او موقف حرج. نشوف سؤال translation، الترجمة. اول طبعا جملة هتبقى الاجابة بتاعتها جيم، يعني جيم هي اللي صح معانا هنا. الخطأ في الجملة الأولى أعظم، هو بيقول إيه؟ tolerance is one of the greatest، يعني من أعظم القيم، مش أعظم القيم الإنسانية، من أعظم. one of يعني من أعظم. طيب به طبعا هيبقى فيها أن نرسخ، طبعا مفيش كلمة إيه؟ رسخ، مكتوب accept، أن نتقبل أو نقبل. اخر جملة فيها وان نعطي، كلمة نعطي برضو هتبقى خطأ، مكتوب ايه؟ forgive، forgive يعني يغفر. الجملة التانية هتبقى الاجابة دال. الخطأ في الجملة الاولى هيبقى ادمان الادوية، طبعا كلمة دراجز هنا مش معناها الادوية، ده دراج هنا معناها ايه؟ المخدرات.
هو بيقول لي دراج ادكشن ادمان مخدرات، دراج لها معناها ادويه ومعناها مخدرات، لكن هنا في السياق ده معناها مخدرات. التاني يجب ان لا ان يحرص ولا ان لا يحرص؟ لا طبعا غلط. وجيم في عصرهم، جيب لي طبعا في عصرهم، their age يعني في سنهم، not to do this at their age مش في عصرهم، لا في سنهم يعني. الجملة اللي بعد كده الجملة الثالثة، هتبقى الإجابة طبعا عندنا سي، سي هي الإجابة الصح. الجملة الأولى فيها كلمة international يعني دولي، وهو بيقول لي هنا إيه؟ قومي صح؟ وفي كلمة implanted، implanted المفروض يقول implemented اللي هي ينفذ يعني، دي implant مش implement. الجملة الثانية فيها solve mini economics، طبعا بقول contribute to، كلمة contribute to بيجي بعدها فعل ing contribute to، خلي بالك solving eating playing developing بعدها فعل ing. the major global طبعا global يعني عالمي برضو، هو بقول لي قومي. وكلمة economical problems، economical غلط. الفرق بين economic و economical، economic يعني اقتصادي، المشكلة الاقتصادية العملية الاقتصادية، لكن كلمة economical يعني موفر، نقول مثلا ان الشخص ده موفر ما ضيعش فلوس يعني، يبقى economical person economical girl، يبقى كلمة economical معناها موفر مش معناها اقتصادي. ماشي. الجملة الأخيرة معنا في الترجمة هتبقى الإجابة letter، هتبقى letter D اللي هي طبعا آخر واحدة يعني، يبقى هتبقى letter D. أول واحدة الخطأ فيها believes، بيقول science العلماء دول جمع، المفروض يقول believe بس. احنا قلنا الفعل اللي فيه S ده بيجي مع المفرد زي he believes she believes احمد believes، لكن نقول لي scientists نقول believe بس. يبقى لو في اسم جمع نحط له فعل جمع، والفعل الجمع ما نحطلوش اس، يبقى فعل مصدر بس. طيب الجمله الثانيه فيها برضو كلمه contribute او فيها prices، طبعا prices هي الغلط هنا، هو بيقول هنا ايه prices الاسعار صح، مش قصده على الاسعار، بقول لي ارتفاع اسعار، اسعار يعني برايسز، لكن برايسز ديت معناها جوائز. طيب الجمله الاخيره او الجمله اللي هي سي فيها برضو بليفز، واحنا قلنا ساينتسس فيها اس يعني يا جماعه نحط بليف بس. وفيها خطا تاني اللي هو كلمه بولوشن، طبعا بيقول بوبوليشن يعني اعداد السكان، لكن بولوشن يعني ايه؟ يعني تلوث. يبقى نركز كلمة population وكلمة pollution، pollution معناها تلوث، وpopulation معناها تعداد السكان أو السكان يعني. ونيجي لسؤال القصة دلوقتي، بيقول لي compare and contrast the pockets house to Miss Havisham's house، بيقول لي قارن بين منزل pockets اللي هو ماثيو بوكيت يعني المعلم، وبين منزل السيدة Miss Havisham. نقول كده بوكيتس هاوس ووز سيمبل، منزل بوكيت اللي هو ماثيو بوكيت يعني كان بسيطا but full of happiness and pleasure، ولكن كان مليئا بالسعادة والسرور. ميس هافيشامز هاوس، أما منزل بقى السيدة ميس هافيشام، ووز بيج اند لارج، كان كبيرا وضخما but ولكن full of gloom and sadness، ولكن مليئا بالكآبة والحزن. السؤال الثاني، جو اند بيدي نيمد ذير سان افتر بيب، يعني جو وبيدي لما اتجوزوا سموا ابنهم على اسم بيب. وان داز ذيس شو، يعني هذا يظهر ايه عن شخصيتهم؟ نقول كده ات شوز، هذا يبين ذات بوث اوف ذيم، ان كل منهم وير كايند هارتد، يعني كانوا طيبين القلب.
they both هما الاثنين loved Pip أحبوا Pip. وهنا آخر سؤال معنا سؤال الباراجراف بيقول the effects of bullying and cyber bullying in teens يعني تأثير التنمر أو التنمر الإلكتروني على المراهقين. نقول كده في البداية to begin with بداية bullying is one of the most serious problems. التنمر ده من أخطر المشكلات we face nowadays اللي بنقابلها هذه الأيام. Bullying has a significant negative effect. يعني التنمر ده له أثر سلبي كبير significant يعني كبير on teens على المراهقين. It causes higher rates of depression. بيسبب معدلات عالية higher rates يعني معدلات عالية of depression من الإحباط anxiety القلق loneliness الوحدة and suicidal behavior وسلوك الانتحار أو السلوك الانتحاري إن في بعض المراهقين بيفكروا في الانتحار بسبب التنمر ده يبقى suicidal behavior السلوك الانتحاري. To solve this problem عشان نحل هذه المشكلة parents الوالدين teachers المدرسين and school administrators ومديرين المدارس can help students ممكن يساعدوا الطلاب engage in أن ينخرطوا فيه يشاركوا فيه positive behavior السلوك الإيجابي and teach them ويعلموهم skills المهارات which enable them التي تمكنهم enable them يعني تمكنهم to overcome أن يتغلبوا bullying على التنمر when it occurs عندما يحدث.